هناك العديد يتوجهون لاحتراف هذه الآلة ويتخصصون بمدرسة معينة، والحين بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ويا الأستاذة والفنانة آمال أحمد ميناء، أستاذة آلة العود في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. يا هلا ومرحب فيك. أهلا بك. نورتنا أستاذة آمال. حبيبتي بنورك يا ورد. خبرينا عن مدارس آلة العود. طبعا هناك مدارس لآلة العود من حيث نشأتها، من حيث فنانيها، من حيث روادها، من حيث أبرز أعمالهم الفنية، وأيضا من حيث طريقة العزف بواسطة الأصابع أو عفق الأصابع والريشة أيضا وأظهار التكنيك، فتختلف مدرسة عن الأخرى. فهناك المدرسة المصرية، هناك المدرسة الشامية، هناك المدرسة العراقية، فكل مدرسة تختلف يعني من حيث الطابع ومن حيث الأسلوب. فتجدين المدرسة المصرية ذات طابع يعني يوحي للشجو والتطريب، فهي من سمات المدرسة المصرية. أما المدرسة العراقية فيعني طابع يكون يعني طابع احنا نسميه التعبير، طابع التجديد، التعبير الوصفية. فأيضا هناك اختلاف في المدارس أيضا من ناحية من حيث الأسلوب. فالمدرسة المصرية تمتاز بالريشة، احنا نسميها الريشة الهابطة الفرداش. هاي الريشة اللي تقصدين اللي الريشة هي هاي حركة الريشة. نعم. تكون نحو الهبوط يعني مشهورين بالفرداش. نعم. إضافة إلى أنه طريقة أسلوب العزف يكون يعني كان كلاسيك قديم. نعم. بينما المدرسة العراقية تكون يعني طريقة الأسلوب تكون ملائم، يعني ملائم يعني عصري، ملائم للتجديد، للسرعة. ومن أهم يعني امتيازات أنه تمتلك الريشة المقلوبة، يعني احنا نسميها الريشة الهابطة والصاعدة، تمتاز بالريشة المقلوبة. وأيضا استخدام يعني عفق الأصابع، موضع الأصابع الأربعة، يعني مكان الأصبع الثالث احنا نستخدم الأصبع الرابع يعني. نعم. فهي تمتاز هذه المدرسة بالريشة المقلوبة. نعم. كل فنان يتأثر بمدرسة معينة، ولكن آمال بأي مدرسة تأثرت أكثر؟ أنا يعني بصراحة المدرسة العراقية يعني تأثرت بها، المدرسة البشيرية. نعم. جدا أنا متأثرة بها. نعم. شو رأيك نسمع شيء أستاذة آمال؟ نسمع شيء. يلا. من مؤلفاتك، شو رأيك؟ مؤلفاتي بسيطة. Thank you.
عليك. عندك تاريخ حافل ويا آلة العود، خبرينا عن مسيرتك ويا آلة العود. ما أعرف يعني، أحس لساني ما أقدر أتكلم الحين عقب ما سمعت هذه المقطوعة الجميلة. حبيبتي تسلمين، شكرا جزيلا. مسيرتي مع العود بدت عند إنهاء دراستي الأساسية، سمعت عن معهد الدراسات الموسيقية. المعهد طبعا هذا من أهم المعاهد في العراق، مختص بالمقام العراقي والآلات الشرقية. نعم. طبعا خرج فنانين كبار، من ضمن الفنان كاظم الساهر والفنان نصير شمه والفنان محمود أنور، كثير من الفنانين العمالقة. أصريت طبعا أنا يعني كانت عندي موهبة من الصغر، حبي للموسيقى. يعني كان والدي طبعا يمتلك صوت جميل جدا، يعني قريب جدا لصوت فريد الأطرش، طبعا كنت دائما أردد مع الأغاني، فصار عندي حب يعني نحو الموسيقى والغناء. ورثتي العزف، ورثتي الصوت ولا لا؟ الصوت الجميل ورثتي من الوالد ولا لا؟ أنا أمتلك صوت، لكن يعني ما يعني ما مركزة على الصوت أكثر شيء على الآلة. يعني أحيانا بيني وبين نفسي أردد يعني صوتي مع الآلة. فانضميت إلى معهد الدراسات الموسيقية. نعم. التقيت بالفنان طبعا أستاذي، هو اللي أشرف على تدريبي، أنا من خلاله يعني اكتسبت خبرة العود، أستاذ علي الإمام. في السنة الأولى ركزنا المعهد ركز على دراسة العلوم والأسس النظرية إضافة للسولفيج. أما السنة الثانية أنا درست الآلة على إيد الأستاذ علي الإمام، طبعا متأثرة جدا بعزفه. نعم. وأيضا أستاذي الموسيقار الراحل منير بشير، يعني فجرت عندي يعني الرغبه انه اتعلم اصول هذه الآلة. فكان يعني هم اصحاب فضل علي انه في تطوير مستواي. درست خلال طيله سنواتي بالمعهد، كنت مثابره وكنت ملتزمه وجديه يعني بالموضوع. كنت يعني اتمرن بمعدل ما يقل عن 10 ساعات يوميا، يعني كنت أتمرن. فكنت مقسمته بالمعهد 3 ساعات، وفي وزارة الثقافة إدارة الفنون الموسيقية 3 ساعات، أيضا في البيت يعني 4 ساعات. فانضميت في وقته بعد يعني ما وصلت إلى مرحلة متقدمة في فن العزف، التحقت إلى فرقة البيارق من أكبر الفرق اللي أسسها منير بشير. طبعا وبعد درست في السنة السادسة على يد الأستاذ سالم، الموسيقار سالم عبد الكريم. نعم. أسلوب التكنيك. بعد إنهائي معهد دراسات الموسيقية انضمينا إلى كلية الفنون الجميلة، حيث درست 4 سنوات على يد الأستاذ الحاج معتزل بياتي. نعم. كان له دور أيضا جدا كبير، يعني أخذت بالمؤلفات الشريف محي الدين حيدر اللي هي من أصعب المؤلفات، وأيضا درسني الأستاذ روحي الخماش. طبعا هم ذول العمالقة احتضنوني موسيقيا. نعم. يعني شافوني أنه مثابرة ومجدة. ف نعم. ورسالتهم إلي يعني إلي كانوا آمال إحنا نريدك يعني تحتلين موقع هام في العزف على آلة العود، لأن أنت ما شاء الله موهوبة. فأني من خلالهم طبعا يعود الفضل إلهم يعني، فإذا أدي الرسالة عليه. وشاركت في عديد من المهرجانات اللي قامت وزارة الثقافة والإعلام في دارة الفنون الموسيقية، أيضا شاركت على يعني في محافل يعني دولية، في يعني مهرجانات في مصر وتونس والجزائر والمغرب وسوريا والأردن، يعني كثير من يعني في قطر كان مهرجان الكتارة، في دولة الإمارات ملتقى العود. فيعني ولي العديد من المشاركات والإنجازات والشهادات التقديرية والأوسم وميداليات والأدرع، لكوني من العازفات المبدعات يعني اللي احتلت موقع هام جدا في الوطن العربي. الحمد لله. نقدر طبعاً نسمع شيء للمعلم العثماني شريف محي الدين؟ أي أنا أي تكنيك تكنيك. Thank you.
شاء الله عليك استاذة أمال. انت حاليا مدرسة لآلة العود في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، خبرينا اكثر عن انطباعك عن هذه الأكاديمية. بصراحة أنا بالبداية احب اقدم شكر خاص وتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، مدير مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، كما أقدم شكري الخاص أيضا للأستاذ مدير الأكاديمية أستاذ علي الحفيتي طبعا على إنجاز يعني على إنجاز مشروع الأكاديمية من قبل ولي العهد، وأيضا تطوير مستوى الأكاديمية على الآن. بصراحة أجد أنه الأكاديمية طبعا فيها بصراحة فيها كادر تدريسي ممتاز طبعا ذو كفاءة عالية. بصراحة أنا سعيدة جدا بأن أكون إحدى مدرسات يعني في هذه الأكاديمية يعني ضمن الهيئة التدريسية. طبعا هذه الأكاديمية بصراحة يعني تبرز المواهب، تصقلهم وتأهلهم إلى يعني ضمن يعني إطار أكاديمي في كل المجالات. وطبعا نعم نشأت هناك مناهج ثابتة يعني وفقا للمجالات مختلف مجالات الفنية. نعم أستاذة أمال، أكيد مر الوقت وياك بسرعة ما شاء الله عليك، الحين بختم ويا المشاهدين وعقبها بالرد لمعزوفة وياك. أستاذة أمال أحمد ميناء أستاذة آلة العود في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، نورتينا اليوم في برنامج 7 على 7. يعطيك العافية. ومشاهدينا إجازة سعيدة لكم إن شاء الله، من تريونا يوم الأحد إن شاء الله بنكون وياهم. وتفضلي أستاذة أمال.